سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، في البداية أحب أن أقول لكم كل عام وأنتم بخير، وأذكركم بدعاء هذا اليوم، دعاء يوم عرفة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة. نحن السنة 365 يوم، لدينا فقط هذا اليوم، وهي طبعا بضع ساعات فقط تفصلنا عن الليل. لذلك أحبتي في الله، أكثر من الدعاء، يعني أطلب ما تريد من الله سبحانه وتعالى. ربنا رب كريم، يحبك أن تلح عليه بالدعاء، يحبك أن تدعوه في كل لحظة. لذلك يبتليك أحيانا بالمرض عندما تبتعد لكي تدعوه، يبتليك أحيانا بالظلم بالأذى لكي تكون يعني هذا يعني يكون هذا الظلم وسيلة لكي تعود إلى الله وتلتجئ إلى الله. الله عز وجل يحب العبد التواب كثير الالتجاء إلى الله، كثير الدعاء، كثير التوسل بالله سبحانه وتعالى وطلب الدعاء من الله والتوكل على الله سبحانه وتعالى. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي. انظروا أيها الأحبة، إذا أردت أن تتعرف على أفضل كلمة يمكن أن تقولها، النبي يخبرنا بذلك: وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذن أحبتي في الله، يوم عرفة يستحب الدعاء فيه والإلحاح والإصرار على الدعاء وكثرة الدعاء، يعني هذه ساعات قليلة أنفقها بالدعاء. ادعو الله أولا أن يهديك للإيمان، لأنه إذا هداك بقية الأمور بسيطة. واطلب منه أن يغفر لك، أن يغفر لك ذنوبك، لأنه إذا هداك وغفر لك فعمليا أنت يعني الله يكون معك. فإذا كان الله معك، يعني أتصور أن الإنسان يكون في قمة السعادة ولا يريد شيئا آخر أكثر من هذا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء قال فيه: إنه يجمع لنا خيري الدنيا والآخرة، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. احفظوه أيها الأحبة، الرزق رزق في الدنيا والآخرة، والهداية هداية في الدنيا والآخرة، يهديك في الدنيا للطريق الصحيح ويهديك في الآخرة إلى ماذا؟ إلى طريق الجنة إن شاء الله. المغفرة تكون في الدنيا وتكون يوم العرض على الله أيضا في الدنيا والآخرة. إذن هذا الدعاء يجمع لك خيري الدنيا والآخرة، اللهم اغفر لي وارحمني. والرحمة أيضا، نحن نحتاج الرحمة في الدنيا ونحتاجها أكثر يوم لقاء الله، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. المعافاة نحتاج لها في الدنيا ونحتاج لها في الآخرة، أن يعافينا من نار جهنم والعياذ بالله. لذلك أحبتي في الله، أدعو بكل الأدعية التي تحفظها، أي دعاء تحفظه أدعو به اليوم، لأن الدعاء هذا يكون مستجابا. يعني الله عز وجل أفردنا نحن المسلمين ولله الحمد أمة الإسلام التي قال فيها: كنتم خير أمة أخرجت للناس، أفردنا بلحظات مثل ليلة القدر ومثل الليالي العشر ومثل يوم عرفة ومثل يوم الجمعة، كلها أفردها وخصنا بها رحمة منه سبحانه وتعالى. لذلك والله أيها الأحبة، إن لم تستثمروا هذه الدقائق والساعات يوم عرفة ستكون حسرة عليكم يوم القيامة يوم لقاء الله. ومن الأدعية المهمة أيها الأحبة: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، هذا دعاء ليلة القدر ويمكن أن ندعو به الآن. هناك أدعية كثيرة 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 جدا علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه قال: الدعاء مخ العبادة، والدعاء هو العبادة أيضا، الدعاء هو العبادة.
فمن الأدعية الرائعة جدا التي وردت عن نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. احفظوا أيها الأحبة، أنا لا أحب لأحد أن 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 ينتهي من هذا الفيديو إلا وقد حفظ هذه الأدعية: اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. وهناك دعاء مهم جدا كان يكثر منه النبي مع أنه رسول الله، سبحان الله، دعاء غريب. انتبهوا معي، نحن الآن في عصر التشكيك، عصر الإلحاد، عصر الفتن. المؤمن لا يأمن على نفسه، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يمسي كافرا ويصبح مؤمنا. فتن كثيرة نتعرض لها أيها الأحبة بسبب ضغط عصر المعلومات وضغط وقوة الإلحاد المدمرة التي تغزو العالم اليوم. نحن بحاجة للثبات، نحن بحاجة اليوم لأن نثبت على الحق إن شاء الله. لذلك النبي علمنا دعاء مهما، مع العلم أنه أبعد ما يكون عن أن يقلب قلبه صلى الله عليه وسلم أو أن يشك بالله، على الرغم من ذلك كان يكثر من هذا الدعاء. لذلك أرجو أن نكثر منه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أنا كمسلم أحتاج هذا الدعاء أكثر من غيري لكي أثبت حتى ألقى الله سبحانه وتعالى. وهناك دعاء آخر موجود في القرآن، أدعية القرآن كثيرة جدا أحبتي في الله: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا الدعاء لمن يحدث لديه وسواس أو شك، أو رأى مثلا مقطع فيديو وأصبح محتارا أين الحق، يدعو بالدعاء الذي علمنا إياه الله: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا دعاء مهم أيها الأحبة. وهناك سلسلة من الأدعية يمكن بسرعة أن أسردها لكم. طبعا هذه الأدعية أنا أقولها في كل لحظة، يعني أصبحت أحفظها مثل اسمي. مثلا دعاء المكر: من أراد أن يمكر بك، هناك إنسان أراد أن يؤذيك، أنت خائف من شخص، من مشكلة، من شخص يمكر بك، ادعو هذا الدعاء: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. دعاء الوقاية من المكر. إذا حرمت الولد، حرمت هذا الرزق من الله سبحانه وتعالى، دعاء سيدنا زكريا. رب سيدنا زكريا عليه السلام قال: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له. دعاء الهم والغم. نحن الآن للأسف في عصر الاكتئاب، انظروا أدوية الاكتئاب بالمليارات تباع للأسف، والعلاج بسيط: أن تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الاكتئاب حقيقة سببه الشيطان ولا علاج له إلا اللجوء إلى الله والدعاء. إذا شعرت بالضيق، إذا كنت تشعر بالضيق الآن، لديك مشكلة في حياتك، ادعو بدعاء سيدنا يونس وهو في بطن الحوت، في ظلمات بطن الحوت وفي ظلمات البحر وفي ظلمات الليل. ماذا قال؟ أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إذا إنسان يريد أن يتزوج، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. هذا دعاء مهم أيها الأحبة. أدعية القرآن إذا يعني تأملت فيها تجد في كل مناسبة هناك دعاء. يعني مثلا: ضاق رزقك، عليك بهذه الآية، أنا جربتها حقيقة 7 مرات: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. احفظوه رجاء أيها الأحبة: الله لطيف بعباده، فاستشعر لطف الله بك. يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، 9 كلمات فقط، تكررها 7 مرات. وأنا على ثقة إذا دعوت الله مخلصا، الإخلاص في الدعاء أيها الأحبة هذا أمر مهم جدا، أهم من الدعاء نفسه.
يعني إنسان منافق ويدعو الله يقول يا رب ارزقني، الله لن يستجيب له. إنسان ظالم لأخيه أو لأهله أو لجاره أو للناس ثم يدعو الله لا يستجاب له. إنسان يأكل الربا ويأكل الحرام فأنا يستجاب له. لذلك أحبتي في الله التجئوا إلى الله بإخلاص وأكثروا من الدعاء، ليس الآن فقط في يوم عرفة بل في كل يوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عتقائه من النار في هذا اليوم المبارك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وكل عام وأنتم بخير مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.